تربيت وعشت في عائلة سنية محافظة. الإسلام بالنسبة لي يعني كان هو الحل الأمثل. فكرة الإيمان بالسيد المسيح لم تكن تخطر على بالي. حياتي عبارة عن كذبة. لم أكن في حقيقة الأمر أبحث عن المسيح، بل المسيح هو الذي بحث عني، هو الذي افتقدني. في عام 2007 تحديدا بدأت أعمل في أحد المجالات، وكان في تلك الفترة في هذا المجال أشخاص غربيين زملاء في العمل يعملون معي. طبعا لم يكونوا هؤلاء الزملاء أغلبهم أو ثلتهم أو لم يكونوا مسيحيين، قليل جدا منهم مسيحيين. لاحظت فروقات كبيرة بين تعامل هؤلاء الأشخاص، المجموعة الصغيرة الذين يؤمنون بالسيد المسيح، مختلفين تماما عن الزملاء الغربيين الآخرين. في يوم من الأيام في أحد الأشخاص من زملاء العمل حدث حوار بسيط صغير جدا. بدأ يسألني: قال ماذا تعرف عن المسيح؟ قلت له: خلاص علمني وش عندك. نص الكلام أدخله من الإذن اليمين وطلع من الإذن الشمال. في نهاية الأمر قبل ما يسافر أعطاني فلاش ميموري، فتحت لما وصلت البيت وكان موجود الإنجيل. تقريبا 6 أشهر أصبحت ضائع، لم أكن مسلما ولم أؤمن بالسيد المسيح. فأنا كنت يعني أصلي للرب وأطلبه: هل هي فعلا هذا ما هو مكتوب في هذا الكتاب حقيقي أو لا؟ كنت أصلي وأبكي بمرارة لأني لا أعرف مصيري، لكني صليت للرب وقلت له: يا رب أرشدني إليك، عرفني من أنت. حدث سلام في قلبي لما صليت، وكأني أسمع صوت الرب يقول: ها أنا هو. الرب يسوع المسيح وضع في طريقي أشخاص يعلموني الكلمة، تدرست الكتاب معهم. بعدها الرب فتح قلبي وآمنت به. الرب يسوع المسيح أتى إلى هذا العالم كي يخلصنا بنعمة وفضل. الرب هو الذي استطاع أن يجذبني إليه، اختارني لكي أكون من أتباعه. أتمنى صلوات الجميع لمن يسمعني أو من يراني، أهلنا وبلدنا السعودية، نصلي من أجلهم كي يعرفوا الحق. هم يريدون أن يرضون الله، لكن مع الأسف الشديد لم يوفقوا في الحصول على رضا الله. ربي يسوع فادي خلايق أجمعين، ربي يسوع فادي خلايق أجمعين، فادي البشر ومجرب دروب العنا، فادي البشر ومجرب دروب العنا، من غيرك يهون على حال الأليم، من غيرك يهون على حال الأليم، من غيرك يحسس عياله بالهنا، من غيرك يحسس عياله بالهنا.